أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، مع أن الشرك ظلم عظيم لا يغفر. الشرك نوع من القول على الله بغير علم. الشرك، القول على الله بغير علم أعم من الشرك، يدخل فيه الشرك، وهذا في القرآن، وهذا في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.